السلام عليكم، كل عام وانتم بخير وعيد مبارك ان شاء الله. النزول عن طلب ورغبه كثير منكم من الساده المشاهدين الاكارم انه اعمل حسابات على التواصل الاجتماعي. بصراحه كنت مشغول مره على اليوتيوب ومع الشغل، فيدوب على الايميل، لكن نزول رغبتكم عملت الحسابين، فوجدت في اكثر من ما شاء الله حسابات قائمه باسمي ما حقتي، فحبيت يعني احذر منها. زي الحساب هذا، انا اقرب لكم، هذا دبل اس، هذا الاسم دبل اس، وهذا مو حقي انا الحساب. وزي ما احنا ملاحظين حتى كمان ما شاء الله للاعلانات مرسلات على ذلك، هذا الحساب مو حقي، ما اعرف حق مين، مو حقي انا. اي نعم بجاوب الناس باسمي وبتصرف معهم باسمي انا كانه انا، وبرد عليهم كانه انا، ويعني من تحت شخصيتي وايش بالضبط ما اعرف. فهذا الحساب مو تبعي. هذا بالنسبه للانستغرام، ما شاء الله يعني 5655 فولور وفيديوهاتي كلها موجوده عليه. في حساب ثاني على تويتر كمان ما شاء الله ما جيت اعمل، زي ما احنا شايفين هنا هذا حسن. طبعا هناك الغلطه كاتب اسمي دبل اس، انا اسمي اس واحده، وهنا كاتب اسمي صح حسن اس واحده اندرسكور كتبي. وهذا الحساب برضه مو حقي انا. حسابات ان شاء الله حكتب لكم هي في الفيديو موجوده، وحكون موجوده بعد كده دائما في الفيديوهات حقت المستقبليه باذن الله. بس حبيت اني كده باب رفع العتب، وما يكون انه سمح الله انه شيء ثاني يتفهم غلط. هذه الحسابات ما حقتي، ما اعرف حقت مين، عمري ما استخدمتها، ولا عمري اتجاوب معها، ولا عمري جاني شيء منها، بس عشان باب الوضوح. فاشكركم، وان شاء الله حتلاقوا في الفيديو مكتوب المعلومات كامله. واشكركم على متابعتكم وعلى دعمكم، وجزاكم الله بخير، وكل عام وانتم بخير، وشكرا لكم. شكرا.